بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ ان شاء الله. هنعمل النهارده مكرونه بطريقه حلوه قوي، تعالي معايا نشوف هنعملها ازاي. المكرونه النهارده تشيز باستا بس في الطاجن بطريقه حلوه جدا، هتعجبك جدا وبسيطه جدا. في 5 دقايق هتكوني حضرتي الطاجن، بالظبط 8 دقايق هتكوني حضرتي احلى طاجن مكرونه بطريقه بسيطه واقتصاديه وكمان مغذية وكمان كلنا بنحبها. انا هنا جبت المية وغليتها في حلة على النار، وهحط الملح والزيت. عقبال ما تستوي المكرونة نسوي الصوص الابيض او الرو اللي هنعمله معاها. انا هنا سلقت المكرونه زي ما انت شايفه، اي نوع مكرونه طبعا بالشكل ده. الصوص الابيض بتاعنا عباره عن طحين وزبده وحليب، كل كوبايه حليب بتاخد معلقه طحين ومعلقه زبده، لو عايزاه تقيل شويه يبقى معلقه وربع طحين بالشكل ده. اول ما لونه يصفر هنزل عليه بكميه الحليب اللي انا حباها. هنا انا هضيف الحليب وهقلب، ولازم اقلب باستمرار علشان ما يتكتلش. اول ما هيبدأ يغلي معايا هنزل معايا بحوالي نص كوب جبنة شدر او جبنة يعني ميكس جبن زي ما انتي حابة، هيبقى قوام بالشكل ده. طبعا كده كمان المكرونة بتاعتي استوت، هنزل عليها بتلات ارباع الكمية وهسيب الربع عشان احطه على وش الطاجن. انا هنا هعملها بالصوص الابيض بس، لو انتي في الوقت ده حابة تقسمي على طاجنين صوص ابيض والصوص الاحمر عادي. في الوقت ده احنا نعمل التحبيشة بتاعتنا اللي احنا بنعملها للصوص الاحمر، وبنضيف برضو معاها البشاميل ده ونحط معاها شوية، وبعد كده نحط طاجن هنا وطاجن هنا. انا هنا هعملها كلها بميكس جبن. في الوقت ده برضو ممكن تحطي الفراخ لو انتي حابة تحطيها، تعمليها بفراخ، حابة تعمليها بلحمة، حابة تعمليها بأي حاجة ممكن في الوقت ده تحطي. انا هنا هعملها بس بميكس جبن. هنزل هنا بالمكرونة بتاعتي واضافاتك انتي حرة فيها، يعني اللي حابة حطي. الطاجن ده لذيذ لوحده، ولو انتي حابة تقدمي جنبه اي حاجة ممكن تقدمي جنبه اي حاجة تانية. هنزل بباقي كمية الصوص بتاعتي على وش الطاجن وافردها كويس. هحط حبة جبنة كده على وشها علشان لما تدخل الفرن تطلع لونها حلو. ميكس جبن، جبنة موتزاريلا اللي انت عندك حطي. انا حطيت هنا ميكس جبن.
لو انتي حابة الجبنة تمط معاكي خليها بحرارة الغرفة قبل ما تستخدميها. مش هنخليها تطول في الفرن كمان شوية علشان تطلع الجبنة بتمط شوية، لو طالع عليها الفرن مش بتمط. هدخلها هنا تحت الشواية لغاية لونها ما يبقى زي ما انتي حابة احمر كده وحلو، هنطلعها. هتاخد حوالي 10 دقايق معانا في الفرن على درجة حرارة 200، هنطلعها بالشكل ده. رائعة، طعمها رائع. هوريكي حتة ولو انها مش بتطلع قطع في الوقت ده، بعد شوية كده لولا تطلع قطع، يعني دلوقتي هي سايبة كلها مع الجبنة. حرفيا وهم، طعمها رائع زي ما انت شايفة كده، دايبة في الصوص وحاجة كده من الآخر. طاجن مكرونة حرفيا وهم زي ما بنقول من الآخر. مين ما يحبش المكرونة بالشكل ده؟ ريحتها وهم. هنقدمها جنب اي حاجة زي ما قلنا، بانيه، بطاطس محمرة، سلطة، اللي انتي حابة قدميها جنبه. بسيطة وسهلة وسريعة. ودي المكرونة بتاعتنا النهاردة، ودي كانت وصفتنا اليوم. وان عجبك الفيديو اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك جديدنا، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.